خلونا نقول لكم الخبر اللي احنا نبدأ بيه هنا. هو خبر انفردت بيه جريدة الشروق، بيقول انه مصلحة السجون بتنسيق مع قطاع الامن العام ومكتب النائب العام انتهت من فحص كل ملفات المسجونين على ذمة قضايا التظاهر وتصوير منشآت رسمية بدون تصريح في عدد من المحافظات منها القاهرة والجيزة واسكندرية، بشرط ان هما ما يكونوش تورطوا في جرائم عنف اثناء التظاهر او الاعتداء على المؤسسات العامة. وقالت المصادر، مصادر امنية للشروق، انه تم الانتهاء من تحديد 120 مسجون بتنتهي عقوبتهم بنهايه السنه وما ارتكبوش اعمال عنف ضد مؤسسات الدوله عشان يخرجوا بعفو رئاسي خلال ساعات بمناسبه عيد الفطر وبمناسبه ثوره 30 يونيو. حسب المصادر، ركزت اللجان كمان على عدد من البنات اللي بيدرسوا في الجامعه، وتم استبعاد عدد من النشطاء السياسيين بينهم احمد ماهر ومحمد عادل واحمد دومه من قائمه المفرج عنهم. كمان ما تمش فحص ملفات المسجونين في قضايا الرشوه وجنايات التزوير والمخدرات وجنايات الكسب غير المشروع.